خبرني مين هو سعيد. During the addiction 15 سنة ماشي. هلا بخبرك كيف الأمور بلشت تترقى. قلت لك بدي أبكي. مش مشكلة. This is life guys, this is life. Amazing man, I love what I'm doing. هاي اليوم وصلنا على أرز الشوف بالتحديد على سيدز جراوند. كنا عم نكذر أنا وشخص كتير مهضوم هلأ تعب لحوي نايم بس لح نوعيه. بدنا نطبخ نحن وياه وبدو يفاجئنا بكتير أخبار حلوة. يا سعيد بردت القهوة قوم. قدق لي غافة. قدق لك غافة قوم يلا. شو هيدي كتير ريحة هيدي عجب. حضرت لك قهوة. أنا بعض التكاية أنا وصغير بعدها معي أصلاً بيني وبينك ما حس حالي ختيار أصلاً بعد ما حس حالي أصغر من شاب يعني أكيد. لا شاب بردت القهوة حضرت لك القهوة هلا رحنا كسدرنا اليوم بلش نهارنا كتير بكير أنا وياك ووصلنا على أرز الشوف بدك تخبرني وتخبر المشاهدين أكثر وأكثر مين هو سعيد شو بدي خبرك سعيد is nobody بس قبل ما خبرك عن سعيد بدي اقول لك ثانك يو بتعقد هذه المنطقه عن جد بدي اجي بقى انا واصحابي ونعمل كامبينج شو اسمها دخلك هون سيدز جراوند وصلنا لهون على ارز الشوف وهلا بدنا نعرف اكثر واكثر عنك خبرني هيك اخبار مهضومه حلوه ما بعرفهم انا ما بيعرفون المشاهدين عن سعيد ليك تخبرك شغله انا لحبرك أنا اللي من هيك فكرت حالي إنه بدي بلش أعمل شيء بحياتي وأعمل هيك بلش بتعرفي بتكوني بعمر معين بلش تخططي شو بالمستقبل وكذا مع شوية experience كان تقريبا عمري 22-23 سنة والمصاري بدنا نعمل مصاري وكذا وبدنا نجيب هيدي بدي سافر وI need this lifestyle وthis lifestyle وسهرات ودهرات رحت على نيجيريا ما كنت حتى الانجليش ما كنت شاطر كنت اعرف هاي هلو ما بعرف شو وصلت لهونيك وكنت I was an employee pastry chef فتت بمحل مع ناس لبنانية رحت as a job هيدا employee وبدي بلش وبلشت وسهر بلشت يعني هونيك في كتير freedom لشكل انه you can be anything you want عن جد أنا كنت بيكر كان أبلش شغل الساعة 4 الصبح بلش 4 خلص الساعة 2 بعد الظهر روح أخذ شاور 3 نام قوم الساعة 7-8 أسهر هيك كنت عم فتش مش عارف عشو وظهر وسهر ويعني شو بدي خبرك وبعدني I'm still looking هلأ برجع بتذكر مش عارف شو مهم بدي خبرك خبرية إنه أنا بوقتها بهالفترة تجوزت أنا شغلي كان بيستري وبيكري ما بعرف بالطبخ وما كنا نعرف نطبخ هلا بعدين بخبرك شو صار بجوزي خبريات كثير ليك بدك تخبرني كل شيء نحن عم نطبخ لأنه أنا بلشت جوع أنا بلشت جوع لأنه هيك تعلمت الطبخ وبلشت تعلمت على البي بي سي فود هلا يمكن ما بقى فيه لقيت الطبخ هين شو بدك تدوقني اليوم؟ بدي قومي بابا حاج نحكي نحن بهالفان بدنا نبلش نولع النار وكذا بدي وقت النار شو فكرك انا؟ يلا بس اوعي تروحي راسي يلا خليني اكفي لك يلا بلشت احضر لقيت الكوكينج كثير هين كثير عن جد كثير وانا طلعت بس انت بتحبها كمان لا ما كنت عارف طلعت بحب اطبخ وبلشنا نطبخ وبلشت بالشغل وبتعرفي انه يعني ما كان في فوكس يعني ما كنت انا اصلا انه كل عمري بعدني لهلا I don't know how to manage my finance كنت عم طلع مصاري يعني بعدين هيك زادوا معاش وكذا و during the period اجي على لبنان مثلا اصرف اجي شهر
تكون لي مثلا 11 شهر مش جاي، كل شيء عملته حطه، يعني حط هالقد كان في ignorance براسي بهالمرحله. بتعرفي بالسهر وبالدهر وبكذا، يعني شو بدي خبرك؟ هي الخبريه انه انا ما كثير بحبها، يعني ديب داون وهلا هلا كثير مبسوط بحياتي، بس مرقت بمرحله خسرتني almost كل شيء، بتعرفي بالسهر وبالدهر واصحاب. بلشت بنوع من الدراغ اللي هو كراك، اللي هو كوكت كوكايين بسموه كذا اسم، وهيدا بعدين انه I did my research. تاني اخطر دراغ بالعالم بعد الهيروين، يعني نهايته definitely الموت. كان عندي بيت بعته وسافرت على امريكا اعمل هيدا، مش راحوا، رجعت على نيجيريا كرمال الدراج وبلشت الخسارة، خسرت شغلي، يعني رجعت على شغلي اني better position خسرته، رجعت كمان تأهرب، بلشت هيك اعمل ريسيرشات وشو بدي اعمل، ما بقى بدي اياها، اثرت على حياتي الشخصية. انا كنت بوقتها تجوزت، انا بلشت من بعد ما تجوزت، يعني ما كنت ولد. بس في خبرية صارت معي، كنت I was high توعى my ex-wife وابني كان بعده صغير، حرارته طالعة وعامل هيدي بسموها هزة حياة، ونحن هونيك بنيجيريا ما في الحكمة، والحكمة ما في حكيمة هون. ابني اصفر شفافه مزرقين هيك عم برجف، حذري شو عملت، انا فتت على الحمام وعم زبط شعراتي وزبط شكلي تاظهر ناقم، ما عرفت شو بدي اعمل، ضعت شبقتني صوت شو كذا ماي اكس وايف وكذا، حملته وحيت انه عن جد شو عم بعمل، بس بعدني مش عارف شو بدي اعمل. منك واعي، طلعت بالسياره، يعني خلص انا يعني في ضياع مش طبيعي، وفتنا بعجقه سير ورحنا عند حكيم وفتح لنا ورحنا، يعني صراحه انه الله يخلي لي رالف بعقد. بس هلا برجع بوقتها ما شفت انه كنت خسرته، ما كان في لوجيك، ما كان في شيء. هلا انه I would have lost my son، بستغرب انا كيف كنت، كيف فتت بهذا التونيل، انا وبهالتونيل في كثير قصص حلوه حوالي العالم، انه هلا روحي كل اللي بيعرفوني بوقتها ما بحبوا سعيد، عرفتي؟ بس انا كنت عم I was destroying myself or destroying my life. رجعت عملت ديل مع حدا، I had no money، عملت ديل مع حدا عنده مطعم ما شغال، أخذته منه، فتحت شركة. مرة بتعرفي إنه مطعم وفي الكول وفي كذا، مرة كنت شربان أخذت، شو يعني قبل كنت أخذ، اللي بيعرف فيها بيعرف إنه كتير، كنت أخذ like 4 جرام in a day، هيدي تعتبر كتير. من بعد ما رجعت صرت اخذ 12 جرام in a day، وبلشت اخسر، خسرت البزنس، خسرت عائلتي، خسرت كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء، علي دين. بذات الوقت شوفي شانسي انا، شوفي how blessed I am، انا هلا I have no ما عندي صحتي بتعقد، على لحظة وصل وقت ريتا شوفي سمعي مزبوط، ايه هيك عامل، هيك عم باخذ نفس، افتح الشباك ماي لونجز مسكرين ومش عارف، انا كنت عم موت مش عارف، وزمطت لانه ما بعرف ليه زمطت، مش بطوله، مش انه انا يابا قوي، ما بعرف، يمكن لانه في ناس بحبوني حوالي، يمكن لانه اجا خيي، يمكن لانه انا
البيزك تبع أهلي كانوا كتير يحبوني وكانوا يعطوني حنان. يمكن أنا ما بدي موت أم إكستريمس، بدي أوصل للطرف وإرجع. ما بعرف شو السبب، بس بعرف إنه ما في شيء غيرني غير إنه غير لي قراري إيه إلا إنه هو أنا. During the addiction و after the addiction أنا بحياتي في تقريبا شي 15 سنة ماشي، هلأ بدي دقيقة تعيشها إنه كيف أنا روحت وراح هلأ، يعني هلأ بخبرك كيف بلشت إنه كيف الأمور بلشت تتغير. قلتلك بدي أبكي. مش مشكلة إنه نحلوين هالدموع. إيه لا العكس أنا مبسوط بس إنه في عندي 15 سنة من حياتي كان عم تبكي أنت كمان جيبوا لك لينكس لبعض. في 15 سنة من حياتك راح طلعت منها، قعدت لهيت حالي بزنس بلان وعملت بزنس بلان كان بدي أفتح بزنس، الحمد لله ما زبطت لأنه رجعت عملت فتحت مطعم بأرمينيا وأخذت كونترا وقتها 20,000 دولار كونتري كلوب مانجمنت بنيجيريا وعملت فريق عمل ورجعت على نيجيريا ورجعت على دروكس. قلت سعيد خلاص مان خلصت انه خلاص. جيت لهون قعدت انا وخيي ما بعرف شيء عن لبنان، الي 21 سنه برات لبنان، جيت لهون ايد لقدام ايد لورا بهالايد في 5000 دولار. قلت له ليك خيي انه اذا بدك ساعدني، المهم حرام ماشي يعني خيي كان اذا بدك يعني لو ما منه انا ما كنت قدرت. المهم نزلت اخذت هالمحل، كان محل صغير يعني قد 2 فان لقدام وللعرض بيسعله شي 12 شخص، بس انا شو بدي اعمل شغلي على اصوله. الفرن اعطاني برمت لبنان رحت على جنوب برمت الدنيا كلها، لقيت زلمه ختيار عمره 73 سنه قالوا لي بعمي الفرن، اجا حط المبلغ وقتها قال لي 3600 رجع اخذ 200 دولار زياده حق الفرن بقي معي، جبت عجانه مستعمله هيدي اللي بنقوزه هاللي بتنقزك هيك دنج دنج دنج، حط العجينه بس حتى تخلط، واشتريت هيك موبيلات صغيره تروح واجي. قلت يا خيي ما حق افرشه، قالوا لي جيب كراسي بلاستيك، قلت له لا شو كراسي بلاستيك فاتح، انا عامل بيتزا يعني غير شكل اشتغلت عليها وكذا وما بعرف شو. قعدت حكيت رفيقتي لك شو بدي اعمل يا حبيبتي وكذا، قالت لي سعيد ريسايكلينج. والله فتحت الريسايكلينج طلع فيه باليتات، شو انا شو بدي اعمر؟ صرت اتعلم كيف بفكر الطباله، بتعرفي شو؟ عصيرة الريسايكلينج والطباله والنار والكذا، رح نبلش بالطبخ يلا ايه ومنكفي ايه يلا. قررت افتح بيتزارية، بس البيتزارية وردت لشيء تاني اللي هو باستا، وانا لانه بحب اعمل قصص على اصولها نعمل فريش باستا، نحن بنعمل العجينة مثل ما بيعملوها النسوان الكبار بالعمر بإيطاليا. طيب هلا قلي شو رح نعمل مزبوط؟ عم نسخن مي؟ هلا رح نعمل تعي شف عجينة تعي هون في اشياء مخباية فينا نفرجيهم ونشوف شو عم نعمل. عندك هيدي هيدي اسمها راجو، هي بتنطبخ تقريبا شي 5 ساعات 4 ساعات ونص على النار. كيف اللحمه المعكرونه باللحمه بنعملها بالبيت، بس هي على الطريقه الايطاليه فيها قصص يعني وخبريات. هدول ايه سر المهنه. وهيدا بيستو نحن بنعمله كمان، هيدي بتنعمل سنوبر بارميزان تشيز وبيزل وثوم وخبريات شيء كثير طيب. هيدا بيستو ذس از ذا بيستو، وهي بولونيز. هلا بالمطعم ايه غير البيتزا والباستا شو في كمان هيك شيء طيب؟ في عنا نعمل شيء، ما هو شو اسمه المحل؟ بوتشا. بوتشا هو خبز بيعملوه ب ثاوزن اوف ايطالي وبيعملوه من عجينه البيتزا وبفرن الحطب، وكثير قليل المحلات اللي بيعملوه حتى بايطاليا.
هلا رح فرجيك كيف بدنا. اعطيني اعطيني قاعد عم تحرق حالك، خليني شوف شو بدي فرجيك كيف بيطبخوا بالبريه. يلا عم نعمل فريش باستا. يلا هلا عم بتحط البيستو بقلب ال ايه عم نحط البيستو هون اللي اوريدي نحن محضرينها. هلا انا بحب احط لها شويه زيت زيتون. لك لك هالزيتات شو حبيبي هون من عندنا من الضيعه، شيء كثير طيب شيء. البارميزون جبيلي البارميزون بدنا ناكل. اوه عن جد شي كثير طيب. يلا برشي هون فوق ما بيأثر. علي جلسية جلسية هيك. ايوه 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 آه بعد بعد خلص اتكرمي. هيدي this is life guys, this is life amazing man, I love what I'm doing. يلا تعي لحطها هون. عن جد شرفك. وين مين بنضوي مين بنضوي بعد دق هيدا لقلي على الفان رايح. لا لا بدك تدوق البولونيز. لا عن جد طيبين ملحة منيح. اوه هاي خلصي. يلا ايه كبية هون. ايوه كبية كبية لبية هيك اوبسي. ايوه ليك شو حلو. ايه خلص ليك شو حلو. فرجية فرجية للعالم. لايكو لايكو ناعم. الله. هلا انت بدك تاكلي تتهني. يلا تفضلي. عن جد طيبة بشرف. كثير طيبة. شو على ذوقك؟ بجنن سعيد. هيدي طيبة. سعيد انا كثير حبيت عن جد هاللقاء بيني وبينك، كثير كان حلو حديثك. الحلو اللي قلته بكل الحديث انه لازم نستفيد من كل لحظه، لانه ما حدا بيعرف مش بكره شو ناطره، هو بعد ساعه شو ناطره. اكيد الكل حبوا كثير الحلقه والكل حيروحوا لعندك ويدوقوا هالباستا الطيبه اللي عم بتقدمها من كل حبك. كلنا بنعمل هيك والله عن جد. ثانك يو كثير. ميرسي لك. ثانك يو جايز. انا ما بعرف انه انتم قلتوا لي اجي، ما عرفت ليش انه انبسطت انا بالخبريه وحبيت هيك تو شير ماي ذا ستوري اوف ماي لايف، اللي هي انه عن جد في كثير ناس دي سفرد يعني بعانوا اكثر بكثير 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 من اللي انا عملته. انا مش انه مش معانات كانت بوقتها، يعني هلا اذا برجع بقولها بلاقي حالي كنت عم عاني، كان هيدا بعتقد يعني كنت عم بتعلم دفعت حقها كثير. 15 سنه والله مشانين هلا بدي ارجع شي 5-6 سنين. عم بعمل سبور، عم زبط حالي، بروح بالبرية، مبسوط بشرفكم جايز. إذا أنتوا هيك إجت الفكرة براسكم أصحى أصحى، ما في شي حرزان، ما حدا يزعل وما حدا يهرب. أنا بدي ذوقك. عن جد؟ إيه إيه. See you next time. Bye.